دانس. بالمقابل أنتوني عمره 18 سنة، هل حيقدر ينجح بتجارب الأداء؟ الرأس هو كل شيء بحياتي، يعني أنا بقوم كل يوم الصباح بس إنه لأنه عندي شيء اسمه رأس بالحياة، إن هو it's my only weapon بعدين، لأنه هذا الشيء اللي أنا بدي أكفي فيه. مجتمعنا هون الشرقي ما بيشجع هيدي المواهب كتير، لقينا انتقادات صبي انه مبسوطه فيه عم يرقص وباليه وحكي من هالنوع، بس نحن على طول كلنا حده وانا بنبسط فيه، بشوف حالي فيه لما يصير ويوصل للي هو بده اياه. عم بقدم على So You Think You Can Dance اقرب بعدين one step closer للشي اللي انا بدي احققه بعدين، اللي هو انه صير professional dancer بس برا مش هون. حلمي روح على المدارس برا مثل برودواي دانس سنتر او ايفن جوليارد او الفن ايلي. هو البروجرام كان بامريكا، قديش حلو انه اربحوا هون اذا الله راد وروح لعندهم بهذا اللقب. مزيكا وصلتني. تعبيرك على وشك كنت حاسه بيه جدا جدا، انا بجد بقول لك مجهود عظيم، بس ده عشان ماما قاعده وبابا والعيله وبتاع ولا ايه؟ ولا انت على طول كده؟ على طول كده على طول كده. برافو برافو. I can only agree. It was very very good, very strong choreography. You really used the stage. رحت هناك وهناك وهيك وكان كثير منيح. So well done. Thank you. أنتوني، بعتقد هيدا البروجرام يمكن نعمل لأشخاص مثلك. كتير حلو الكوريوغرافي، كتير حلو رأسك. كتير حلو. قد ايه محمس يور ثرو؟ كتير ماكسيموم. بعد الفاصل هيدا ستايل ما في حدا عم يرقصه هون. رقص هو اللي شدني مش التنطيط والحركه. Thank you for coming back to Sanoa.